أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في التسجيلات أشرطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات، وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز هذا، وهذا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني، تسفيه للفتيات المسلمات، فيجب إتلاف هذه الأشرطة، يجب أن تتلف هذه الأشرطة. والغناء في العيد ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للجواري الصغيرات غير المكلفات، جواري صغيرات ما هم مكلفات، أما المكلفات فلا يجوز لهن الأغاني ولا يجوز لهن اللهو. نعم، انت تحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.